الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بالانتهاء من تطوير العشوائيات بحلول منتصف عام 2018. تعليق عمليات إجلاء المدنيين والمقاتلين من شرق مدينة حلب إثر وقوع انفجارات، ودمشق تتهم المسلحين بانتهاك بنود الاتفاق. مع مرور شهرين على بدء معركة الموصل، القوات العراقية تعلن إنجاز نصف مهمة تحرير المدينة من قبضة داعش. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة إخبارية شاملة على شاشة النيل الأخبار. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من تطوير العشوائيات وتحويلها لمناطق آمنة بحلول منتصف عام 2018. وأكد الرئيس خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية الكبرى في مجالات الطرق والإسكان والمياه أن جميع الأزمات والمشكلات يمكن حلها عن طريق الإرادة والعمل، وأن مواجهة الإرهاب تتطلب بجانب الجهد الأمني والعسكري تغييرا لحياة الناس إلى الأفضل. في إطار ما تنافذه الدولة من مشروعات قومية كبرى، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح عدد من المشروعات في مجالات الطاقة والإسكان والمياه، وعلى رأسها محور رود الفرج الضبعة، أحد المشروعات العملاقة التي تنافذها الدولة، حيث يهدف إلى ربط محافظة القاهرة بمحافظة مطروح. وخلال افتتاحه للمشروعات قام كل من الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والسيد الدكتور جلال السعيد وزير النقل، والسيد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بعرض ما تم إنجازه من مشروعات خلال الفترة الماضية، حيث قدم السيد وزير الإسكان شرحا لأهم المشروعات التي تنفذها الوزارة للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير المسكن الملائم لجميع فئات المجتمع. وخلال مداخلة سيادته مع السيد وزير الإسكان، أكد الرئيس السيسي التزام الدولة بتحمل فروق الأسعار الناتجة عن سعر الصرف في إطار حرصها على تخفيف العبء على المواطنين لا سيما محدودي الدخل. كنت قلت مرة قبل كده للشعب المصري إن إحنا كحكومة رغم إن الفرق الكبير اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت في الأسعار نتيجة الإجراءات الاقتصادية اللي احنا عملناها، لكن احنا كنا حريصين على ان احنا نثبت ونتحمل كدولة ما امكن من 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 جهود تقلل الضغوط على المواطن. يعني احنا كنا بنقول الكلام ده لان الشقة اللي احنا كنا عاملينها والدولة مدعماها بنسبة سواء ثمن الارض او المرافق اللي فيها، النهاردة باللي احنا بنعمله ده او بالفرق الاسعار دي هيبقى في رقم بيتحط لما بنتكلم في 400-500 ألف وحدة سكنية. أنا عايز أقول لو أنت بتدعم الشقة بألف جنيه بس، ألف جنيه بس هيبقى 400 مليون جنيه، لو 10,000 يبقى 4 مليار. كما أكد سيادته ضرورة الانتهاء من تطوير العشوائيات وتحويلها لمناطق آمنة بحلول منتصف 2018، مؤكدا على أن ما تم بذله في هذا الملف يؤكد أن جميع الأزمات يمكن حلها بالإرادة والعمل. إن خلص موضوع العشوائيات ده خالص نص 18 إن شاء الله. احنا متفقين على كده، حاضر مش كده ولا إيه؟ إن شاء الله يا فندم. ربنا بس بقول يعني للحاضرين موجودين معانا وللشعب المصري اللي موجود، مفيش أزمة ومفيش قضية مش ممكن حلها، كل القضايا ممكن تتحل بس هي عايزة إرادة وعمل. الرئيس السيسي أيضا أكد أن اطلاع الدولة بإقامة مشروعات ضخمة يهدف إلى تلبية احتياجات الشعب بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة. المشاريع اللي بالحجم ده احنا بنعملها أولا لأنها مطالب الناس، مش صحيح مش كل المصريين هيستفادوا بمياه شرب نقية أو بمحطات صرف، لكن في مناطق معينة محتاجة المية ديت. أنا ما أقدرش كدولة وحكومة إن أنا أتناسى أو أغفل حاجة الناس ديت، ولا إحنا قاعدين بنعمل إيه؟ لازم الحاجة دي تتعمل. وزي ما الدكتور مصطفى بيقول كده، بيقول إن إحنا مش بس الاستثمارات في إن إحنا ننشئ، لا الاستثمارات كمان بتنشئ وبتبقى عايز كمان تحافظ على كفاءة التشغيل.
هذا وقد استمع رئيس السيسي أيضا للسيد وزير النقل حول جهود الوزارة في تنفيذ المشروع القومي للطرق وتطوير شبكتها الرئيسية وكذلك مشروعات الكباري على النيل وفروعه. أي طريق هنفتتحه يبقى فيه استثمارات سواء مع القطاع الخاص إن هم يجوا أو مع وزارة البترول أو مع أي حد تاني يجي النهاردة يعمل محطات طبقا للمعدلات اللي موجودة. المحطة دي ما تبقاش محطة وقود بس، المحطة دي تبقى محطة وقود وتبقى وزارة الصحة حاطة فيها عربية الإسعاف بتاعتها ويبقى الشرطة حاطة فيها عربيات التأمين بتاعت الطريق، بس إن احنا لو بنقول هنعمل محطة كل 25 كيلو أو 30 كيلو يبقى الطريق النهاردة بقى متسيطر عليه، بقى متشاف كويس قوي، بقى فيه عليه الخدمات المطلوبة. عقب ذلك عرض السيد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية إسهامات القوات المسلحة في دعم قطاعات الدولة في مجالات التنمية الشاملة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات الطرق والكباري والإسكان وتحلية المياه في مختلف المحافظات. وقد استفسر السيد الرئيس عن ترميم الكنيسة البطرسية بالعباسية بعد الحادث الإرهابي الذي تعرضت له يوم الأحد الماضي. كلفت إدارة الأشغال العسكرية يا فندم يعني أوامر سيادتك نبدأ دلوقتي فورا إن شاء الله بإذن الله نخلصها وبإذن الله نرجع الكنيسة زي ما هي بأسفها بسقفها بكل الدكك بتاعتها، استطلعنا كل حاجة فندم بالأرضية، أربع عمدان خرسانية مخروطية بالكامل من الرخام المسيف الرخام الكتل ما هواش حتى تجليد. ان شاء الله باذن الله احنا قادرين باذن الله فنم خلال 15 يوم من النهارده باذن الله نكون رجعنا الكنيسه لوصلها ان شاء الله. يعني قبل الاحتفال قبل 7 يناير ان شاء الله يا فندم احنا بنوعي سيادتك ان شاء الله نكون بنرجعنا الكنيسه زي ما كانت واحسن. هي ملحمه جديده في مجال التنميه والعمل الدؤوب تبلورت في افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القوميه التي نفذت بسواعد المصريين والتي تدعم بناء مصر الحديثه وتؤسس لمزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات. أيت عبد اللطيف، النيل. أوصى خبراء مصر في الخارج بضرورة الاهتمام بإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في منطقة محور قناة السويس والبحر الأحمر والتركيز على الصناعات التي تعتمد على الموارد المتاحة في المنطقة. كما أوصى الخبراء في ختام أعمال المؤتمر لعلماء وخبراء مصر في الخارج الذي عقد بالغردقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوصوا بضرورة إنشاء امتداد لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب للقلب بأسوان واستخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه واستخدامها أيضا في الزراعة بطريقة مبتكرة. يعد هذا المؤتمر الأول من نوعه للاستفادة من القدرات العلمية للمصريين في الخارج في وضع الأسس العلمية للمشروعات القومية وخلق جيل يعتمد على الأساليب العلمية في البحث والتفكير. قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري في الاتجاهين اعتبارا من غد السبت ولمدة 3 أيام لعبور العالقين والحالة الإنسانية والطلاب وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ويأتي هذا بعد أسبوع من قرار مماثل بفتح المعبر لمدة 3 أيام. أعلن مصدر أمني سوري تعليق إجلاء المدنيين والمقاتلين من آخر الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة إثر وقوع 4 انفجارات على الأقل في موقع مغادرة الحافلات التي تقل النازحين. وأفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن مسلحين انتهكوا بنود الاتفاق وحاولوا اصطحاب معتقلين خلال عملية الإجلاء. في الوقت نفسه أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله بأن متظاهرين أغلقوا الطرق خارج شرق مدينة حلب للمطالبة بإخلاء قريتين تقطنهما غالبية شيعية ضمن الاتفاق الخاص بإجلاء المدنيين والمسلحين من حلب. كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت إجلاء نحو 6500 شخص من شرق حلب خلال 24 ساعة الماضية.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من حلب دكتور محمد عيسى الخبير العسكري والاستراتيجي. دكتور محمد، يعني سوريا تعلن عن توقف عملية الإجلاء في حلب، ما هي إذن المعلومات المتوفرة لديك بشأن ذلك وماذا سيتم بعد هذه الخطوة؟ حقيقة أن لما يجري في حلب يعني توقف العمليات، هناك مش قضية المقاتلين الأجانب وهم خاصة الضباط الإسرائيليين الأمريكان، ولدي قائمة يعني بأسماء الكثير من الضباط الغير سوريين الذين يقودون العمليات العسكرية في حلب. فلو تكرمت وأعطيت قليل من الوقت لأذكر لك بعض هذه الأسماء، منهم معتز أبلان أبلو وهو تركي، ديفيد سكوت وينتر أمريكي، ديفيد شلومو أهرام إسرائيلي، محمد شكل إسلام التميمي قطري، محمد أحمد الصبيان سعودي، عبد المنعم فهد الحريش سعودي، إسلام سائل الحجلان سعودي، وأحمد بن أحمد بن واصل بريجي سعودي أيضا، محمد حسن الشهيري سعودي، إرهان فهد الدوسري سعودي، أحمد قاسم الطراوي أردني، قاسم سعد الشهري سعودي، أيمن قاسم السعالي سعودي، محمد الشافعي الإنجليزي مغاربي. إذن هؤلاء المجموعات الإرهابية التي تسمى المحاربة هي يقودها ضباط إسرائيليون وأتراك وأردنيون، فهم بأعداد كبيرة جدا، والأتراك لم يكن على خلال السوريين فقط الذين يعني يحملون جنسية سورية، لكن العدد الذي هو من الأجانب حتى لكثير من السوريين، السوريين لا يشكلون إلا أقل من 10 إلى 15% فقط من الأعداد. هؤلاء الذين يعني صبعوا رؤوسنا، بقصد الجانب الإنساني، هذا هو الجانب الإنساني الذي يريد. نعم طيب، المسلحين الذين يريدون يريدون حتى إفشال، يريدون خروج، حتى إخراج من هم مختطفين ومعتقلين لديهم، إخراجهم معهم كرهان أيضا إلى وهم بالآلاف رجل إلى مناطق أجل. هذا الكلام غير مقبول إطلاقا وهو يخالف شروط الاتفاق، لذلك كان هم نوع من الضغط، طلعوا أنهم في وجهة الرضع يفجرون الحافلات ويفجرون الانفجارات في موقع خروج ما يسمى بالمسلحين بغي قتل ولو جندين سوري واحد. طيب دكتور محمد، يعني تعليقك على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن البدء في إجراء محادثات حول سوريا، قال هذا التصريح خلال زيارته لليابان بالاتفاق مع رئيس التركي رجب طيب أردوغان، هل يعني يمكن التعويل على هذه المحادثات بعد يعني تعليق إجلاء المدنيين والمقاتلين من آخر الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب؟ يعني كلمة معارضة أنا تحصل عليها، لأنه لا تتملي ولا تتنصر ولا في فرنسا ولا في أي دولة في العالم معارضة مسلحة. كلمة المعارضة مسلحة تنفي عليها، ماذا مصطلح سياسي تم نفسه إلى الأزمة السورية لها بريكيتها دخل إلى مصطلحات العلاقات الدولية بشكل عجيب وغريب. بكل الأحوال أنا منبت عسكري ومن أصل عسكري، أنا لا أرى حلا إلا الحل العسكري لسبب بسيط، أن تلك المجموعات التي تقاتل وتسمى معارضة معتدلة أو غير معتدلة ليسوا سوريين، ومن كان منهم سوريا فهو لا يمتلك أجندة سياسية محددة يمكن التفاوض حولها، إنما فقط هي عبارة عن عصابة إرهابية مافيات عالمية تشغلها كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا والسعودية وقطر لتخصيص رايات أو إحداث تحولات دينية سياسية. السياسة لا تغلق، لكن على أرض الميدان كيف يمكن مثلا شعب مصر قبول ناس أمريكان وإسرائيليين ما يتفاوض معهم حول مستقبل مصر؟ هذا الكلام غير منطقي على الإطلاق، الحل العسكري هو الحل الوحيد. شكرا لك دكتور محمد عيسى المحلل السياسي والاستراتيجي، كنت معنا هاتفيا من حلب. وكان المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قد أكد أن نحو 50,000 شخص معظمهم مدنيون لا يزالون محاصرين في شرق حلب. في هذه اللحظة فإن شغلنا الشاغل هو أن نساعد زملائنا من الأمم المتحدة المتواجدين هناك، فكما تعلمون لقد طالبت الحكومة السورية بأن أتواجد شخصيا ولكنها لم توافق. كنت أتمنى أن يتواجد أكبر قدر ممكن منا في مواقع الإجلاء لنكون مع الأشخاص وهم يخرجون من المدينة،
نحن نتحدث عن 50,000 شخص وأيضا بجوارهم المسلحين الذين يخرجون من المدينة لنتأكد من أنهم سيعاملون باحترام وفقا لهذا الاتفاق. هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا طارئا لبحث الوضع الإنساني في مدينة حلب السورية. كانت تقارير صحفية ذكرت أن باريس وبرلين وشركاء أوروبيين آخرين يعملون بشكل وثيق على مقترحات هدفها إجلاء المدنيين بشكل آمن ووصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة حلب. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن محادثات ستعقد في كازاخستان بشأن السلام في سوريا، وذلك بالتوازي مع محادثات جنيف. وأكد بوتين إجراء مفاوضات مكثفة مع المعارضة المسلحة في سوريا بوساطة تركية. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو أن المرحلة القادمة في سوريا ستتضمن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في كافة الأراضي السورية. كما أكد بوتين أن تفاقم الأوضاع في مدينة تدمر السورية يرجع إلى سوء التنسيق بين سوريا وروسيا وقوات التحالف الدولي، مؤكدا أن تحرير حلب تطور مهم سيسمح بإيجاد هدنة جديدة. تعهد قادة الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغوط على الأطراف الفاعلة في الصراع السوري بكل الوسائل الدبلوماسية المتاحة. ومن جانبه قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن فرض عقوبات ضد روسيا على خلفية الأزمة السورية هو جزء من الخيارات المطروحة. كشف الصراع في سوريا عن عجز المجتمع الدولي في التعاطي مع واحدة من أكبر الأزمات منذ الحرب العالمية الثانية. الاتحاد الأوروبي أقر خلال قمته في بروكسل بأنه لم يكن له موقف فاعل في الأزمة بدرجة كافية. لنكن واضحين، ففي مواجهة وحشية النظام السوري وحلفائه روسيا وإيران لم يتحرك الاتحاد الأوروبي بصورة فاعلة كما كان يجب، ولكن هذا لا يعني استخفافا بمعاناة الشعب السوري. قادة أوروبا تعهدوا بممارسة الضغط على الأطراف الفاعلة في سوريا عبر الطرق الدبلوماسية لإجلاء المدنيين من حلب تحت إشراف دولي. سوف نمارس الضغوط على الأطراف الفاعلة في سوريا باستخدام جميع القنوات الدبلوماسية، والهدف هو فتح ممرات آمنة بشكل فوري لإدخال المساعدات وإجلاء المدنيين تحت رقابة دولية. لكن الدول 28 لم تذهب إلى حد تهديد موسكو بعقوبات مرتبطة بدورها في سوريا، مكتفين بالإشارة إلى أن كل الخيارات مطروحة. ما نحن بصدده هنا هو المسؤولية الروسية عما يحدث في سوريا، لذا وجب علينا أن نتكاتف جميعا كما هو الحال في المجلس الأوروبي. يجب علينا أن نتحد وراء الموقف الفرنسي الذي يطالب روسيا بالمشاركة الفاعلة في الموقف الإنساني في سوريا، والذي سوف يساعد على إيجاد حل سياسي. لكن القمة وافقت بلا صعوبة على تمديد العقوبات التي فرضتها في 2014 على موسكو لدورها في أوكرانيا، وتستهدف هذه الإجراءات قطاعات النفط والدفاع والمصارف، ويتم تمديدها بانتظام كل سنتين. إلى العراق، حيث اختتمت معركة الموصل شهرها الثاني. اختتمت شهرها الثاني فيما أعلنت القوات العسكرية المشتركة إنجاز نصف المهمة المنوطة بها. واستعادت القوات العراقية المشتركة السيطرة على 46 حيا من مجموع مناطق الساحل الأيسر للموصل. مع اختتام معركة الموصل أعلنت القوات العراقية المشتركة إنجاز نصف مهمة تحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. القوات العراقية تمكنت من استعادة السيطرة على 46 حياً من مجموع مناطق الساحل الأيسر للمدينة، وباتت تحاصر التنظيم داخل الموصل بعد عزل المحافظة عن الرقة السورية، حيث تم قطع إمدادات التنظيم. ويسيطر جهاز مكافحة الإرهاب على 40 حياً من أحياء الساحل الأيسر لمدينة الموصل، والبلغة 56 حياً ضمن المحور الشرقي للمدينة، بينما تسيطر قوات الجيش على 6 أحياء بالمحور الجنوبي الشرقي، في حين تخضع معظم أحياء الساحل الأيسر للمدينة للقوات العراقية. المتحدث باسم قيادة عمليات قادمون يانينوى
أشار إلى أن الموصل باتت مطوقة من قبل الوحدات العسكرية المشتركة، لافتا إلى أن عمليات التقدم تسير بدقة وحذر بهدف حماية أرواح المدنيين والحفاظ على البنى التحتية في المحافظة. وتواصل القوات الأمنية المشتركة بمساندة طيران الجيش والتحالف الدولي عملية تحرير الموصل من قبضة داعش، منذ إعلان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي انطلاق ساعة الصفر في 17 من أكتوبر الماضي. وللمزيد من المتابعة حول الشأن العراقي معنا عبر الهاتف من العراق مراسلنا تحسين طه. تحسين، بعد التحية، شهران على معركة تحرير الموصل، وبحسب التصريحات الرسمية تم إنجاز نصف مهمة التحرير، كيف ترصد الوضع عندك؟ أنا في جميلة وردي مشاهدين الكرام، حقيقة يعني التباطؤ الذي حدث في الأيام الأخيرة لتقدم القوات الأمنية العراقية رغم إنجازاتنا التي تحقق على الأرض، لكن بشكل أبطأ مما كانت عليه العمليات. أتاح الفرصة هذا التباطؤ، أتاح الفرصة لجماعات داعش أن تقوم بهجمات مستمرة للتصدي للقوات الأمنية العراقية. حتى يوم أمس كان هنالك تعرض كبير جدا في حيي التأمين والنور، لكن القوات الأمنية العراقية وبالتحديد جهاز مكافحة الإرهاب متمرد جدا في مثل هذه المواجهات، واستطاع أن يصد هذه الهجمات وأن يسيطر على هذه المناطق التي هي كانت أصلا بحوزته. وبالتالي فإن القوات الأمنية عززت السيطرة والتواجد في السيطرة الأخيرة على حي 30 من تموز، ليضاف إلى بقية الأحياء التي تم السيطرة عليها، ولم يتبقى سوى 10 أحياء فقط كما أكدت القيادات الأمنية في قيادة العمليات المشتركة، 10 أحياء فقط في الساحل الأيسر من مدينة الموصل، وهذه الأحياء جميعها تحت نيران القوات العراقية، لكن هي تفضل عملية التقدم وخضم الأرض بشكل تدريجي حفاظا على المدنيين ولتقليل الخسائر التي قد تحدث بين صفوفهم. القوات الأمنية العراقية نجحت كثيرا في السيطرة على هذه المناطق بشكل وباستراتيجية جديدة، وهي التقدم الذي يكون على محورين، وأيضا السيطرة بشكل قوسي على المناطق، ولكي يتم إخراج المدنيين أو السيطرة على المناطق شيئا فشيء. في المقابل هنالك توجه لفتح جبهة جديدة تحديدا في الجانب الشمال الشرقي من قضاء الكيف، وإذا فتح أو باشرت القوات الأمنية بفتح هذا المحور فسوف يتم الإسراع بحسم المعركة سريعا في هذه المنطقة. لكن بعد توجيهات القائد العام للقوات المسلحة سيد حيدر العبادي بضرورة الإسراع بحسم المعركة في الأيام القادمة، في الوقت الذي تستعد قوات الشرطة الاتحادية وأعلنت جنوديتها الكاملة عن المباشرة في انطلاق العمليات من المحور الجنوبي وفي الساحل الأيمن الذي ما يزال جميع مناطق الساحل لمن في سيطرة المسلحين. وإذا انطلق المحور الجنوبي وإذا المحور الشمالي الشرقي، فمن الممكن جدا أن نشهد عمليات حسم سريعة وسيطرة سريعة، لكن الجماعات المسلحة سوف تواجه عملية سيطرة كاملة تقريبا من جميع المحاور في ظل وجود قوات البيشمركة من الجزء الشمال الشرقي، وايضا قوات الحي الشعبي في الجهه الغربيه، والقوات الاتحاديه في الجنوب، وفي الشرق كما تعرفون جهاز مكافحه الارهاب. نعم تحسين، هذه عن تطورات المشهد الميداني، ماذا عن مستجدات الوضع سياسيا او المشهد السياسي برمته، كيف ترصد تطوراته؟ حقيقه زميلتي يعني في الايام القليله الماضيه شهدت يعني الأوضاع السياسية في العراق تجاذب وأيضا كبير حدث بين بعض الأطراف وتنافر بين أطراف أخرى. يعني حقيقة يعني نتكلم على مستوى الأقطاب الرئيسية الموجودة في العراق، يعني التحالفات هي ثلاثة تحالفات رئيسية: التحالف الوطني الذي يمثل الأغلبية الشيعية، والتحالف الكردستاني الكردي، والتحالف القوى الوطنية الذي يمثل العرب السنة. وبالتالي جميع هذه التحالفات فيها مشاكل داخلية مما جعلها لا تنسجم كثيرا، لكن هنالك مبادرة تسمى بمبادرة التشريع السياسية التي تبنتها قيادات التحالف الوطني وتحديدا السيد عمار الحكيم زعيم التحالف الوطني من أجل تقريب وجهات النظر ورسم الصورة القادمة لمرحلة
على فيما بعد داعش. هنالك أطراف محترضة على هذه السفية داخل التحالف الوطني، هنالك تشكيل لجنة أيضا من قبل التحالف القوى الوطنية لمناقشة هذه السفية. التحالف الكردستاني حتى الآن ليس لديه موقف موحد تجاه هذه القضية في ظل الأزمات الداخلية في كردستان والدعوات للاتصال من قبل السيد مسعود برزاني الذي هو رئيس تحالف كردستان ومنتهي ولايته، وأيضا هنالك أطراف كردية تقول بأن الوقت غير مناسب لاتصال كردستان في الوقت الذي تشهد اليوم كردستان ويوم أمس واليوم مؤتمر عقد في محافظة دوك لبحث مشروع وقضية الانفصال في كردستان عن العراق، طبعا وهو بدعم السيد برزاني وبحضور شخصيات إقليمية وأجنبية كالسيد خليل زلمان خليل زاد السفير العراقي الأسبق، وأيضا بعض القيادات من إيران وفرنسا وحتى قيادات عراقية موجودة في هذا المؤتمر الذي ما كان قائما في دوك. من الممكن جدا أن تشهد مرحلة ما بعد داعش أزمات كبيرة على المستوى السياسي كما يتوقع البعض. شكرا جزيلا مراسلنا تحسين طه، كنت معنا من العاصمة العراقية بغداد. وعلى الصعيد الإنساني تمكن مواطن الموصل من العودة إلى منازلهم مرة أخرى بعد أن قامت القوات العراقية بتمشيط المدينة إثر استعادة أجزاء واسعة وطرد معظم مسلحي داعش منها. ويعاني النازحون من مدينة الموصل العراقية مع قدوم فصل الشتاء بسبب شدة البرودة مع نقص الدواء والغذاء أيضا. وسط تأمين جنود جيشهم العراقي يسيرون وأطفال ما بين أنقاض منازلهم يلعبون، مشهد لا تصفه كلمات سوى أن حنين الوطن غالب على أهالي مدينة الموصل العراقية الذين بدأوا في العودة إلى منازلهم في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي. ففي شوارع الأحياء الشرقية من مدينة الموصل ما زالت القوات العراقية تواصل تمشيطها لتلك المناطق المحررة لضمان أمنها ولتفويت الفرصة على إرهابي داعش في شن أي هجوم مضاد على الأحياء التي فقدوا السيطرة عليها. احنا بنجول بكافة الأحياء المحررة سابقا، ومن خلال تجوالنا بنطمن المواطنين بأن القطاعات الأمنية لا زالت في مواقعها، وهذا اللي ما قيل عنه هو كل كذب ودعاية روجها التنظيم لنفسه، والحمد لله وشكر ما نجحت كافة الأحياء المحررة سابقا مسيطر عليها بالكامل، ولدينا خطة أخرى لإكمال ما تبقى من الساحل اليسار. وعلى مشارف تلك المناطق المحررة ينتشر جنود عراقيون يقومون بتفتيش الوافدين والتأكد من هويتهم خشية اندساس أي من إرهابي داعش مجددا إلى تلك المناطق. نحن بقادسية الأولى وحي المشراك، تحررنا من قبل من نهار الجمعة، وإن شاء الله ما ظل شيء بالمنطقة وفضت إن شاء الله كل شيء ماكو. البارحة على أساس داعش تسلل وكلتهم تكتلوا وما ظل ولا واحد من داعش. وبينما ينعم هؤلاء بالراحة والأمن في مساكنهم التي عادوا إليها، ما زال ألاف النازحين من مدينة الموصل يعانون موجة طقس سيء في المخيمات التي نزحوا إليها هربا من ويلات المعارك في مدينتهم. معاناتنا نشكي من الغاز، يعني الدنيا تعرف فصل الشتاء والغاز يعني هو الاساس في الخيمه، وهذا المطر يعني البارح صار يومين قاعد تمطر الدنيا. وما زال انشغال المجتمع الدولي منصب على المدنيين العراقيين العالقين في مدينه الموصل والتي تقدر الامم المتحده اعدادهم باكثر من 1,000,000 شخص يعانون نقصا حادا في المساعدات الانسانيه بالمدينه. نشرتنا متواصله معكم وفيها بعد قليل: أوباما يتوعد بالرد على القرصنة الروسية في الانتخابات الأمريكية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بالانتهاء من تطوير العشوائيات بحلول منتصف عام 2018. تعليق عمليات إجلاء المدنيين والمقاتلين من شرق مدينة حلب إثر وقوع انفجارات، ودمشق تتهم المسلحين بانتهاك بنود الاتفاق. مع مرور شهرين على بدء معركة الموصل، القوات العراقية تعلن إنجاز نصف مهمة تحرير المدينة من قبضة داعش. وصلنا مشاهدينا إلى محطة أخبارنا الاقتصادية. أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد يقدمها لنا حسام الدين عاطف. إليك. شكرا لك نرمين، شكرا لك أحمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية. أهم ما فيها، فيتش تثبت تصنيف مصر الائتماني عند بي مع نظرة مستقرة، وتقول إن الحكومة تنوعت من مصادر التمويل الخارجية. أهلا بكم من جديد. ثبتت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني لمصر عند بي مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذكرت فيتش إن الحكومة المصرية نوعت من مصادر التمويل الخارجية إضافة إلى اتباع سياسة تبادل العملات مع الصين، كما جذب تحرير سعر الصرف تدفقات مالية إلى مصر أيضا، مشيرة إلى ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 23.1 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي. إلا أن فيتش أكدت أن المالية العامة ستبقى نقطة ضعف رئيسية في الإطار العام للتصنيف الائتماني لمصر. عقدت اللجنة العليا لمتابعة الأعمال بمشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية الخمسة بالبحر المتوسط اجتماعها الثالث برئاسة وزير البترول طارق الملا. وخلال الاجتماع أوضح الرئيس الإقليمي لشركة بريتش بتروليوم إن الإنتاج من حقلي تورس وليبرا سيبدأ في يونيو القادم بمعدل إنتاج 600 مليون قدم مكعب يوميا، ويبلغ الاحتياطي المؤكد بحقول شمال الإسكندرية تورس وليبرا وفيوم وجيزة وريفن 5 تريليونات قدم مكعب غاز و55 مليون برميل من المتكثفات. بدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف مستحقات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة من خلال 3800 مكتب بريدي على مستوى الجمهورية، ويهدف البرنامج إلى تقديم حماية اجتماعية مشروطة للأسر بانتظام الأسر الفقيرة في تعليم أبنائها وذهابهم إلى المدارس بشكل منتظم، وأيضا بانتظام الرعاية الصحية وجداول التطعيمات للأبناء الصغار. جدير بالذكر أن صرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة سيكون شهريا بدءا من شهر يناير المقبل. وننتقل إلى البورصة المصرية التي سجلت مؤشراتها ارتفاعات طفيفة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية. هذا وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.4 مليار جنيه ليبلغ مستوى 571 مليار جنيه. الزراعة المائية أسلوب حديث بدأ الاعتماد عليه من أجل استغلال المساحات القليلة بإنتاجية أكبر والاعتماد على مياه أقل. وفي الزراعة المائية ينمو المحصول بدون تربة، حيث يتم وضعه في أنابيب يضخ عبرها الماء والمغذيات. المزيد من التفاصيل في تقريرنا التالي. الأسلوب المتطور في الزراعة أصبح من وجهة نظر المشتغلين بتلك الحرفة الحل الأمثل للتغلب على معوقاتها وخاصة قلة المياه. هنا على مشارف القاهرة اعتمد أحد المزارعين على أسلوب الزراعة المائية الذي ساعده على تقليل كمية المياه المستخدمة بنسبة وصلت ل90% مقارنة بتلك المستخدمة في الزراعة التقليدية وبمعدلات إنتاجية أفضل بكثير. في الزراعة المائية بقدر أزرع مبدئياً بقدر أزرع على الفدان الواحد ما بين 10 ل40 ضعف عن الزراعة العادية. بقدر أزرع بوفر 90% من المياه،
ودي هنا في مصر شيء مهم جدا لان احنا ما عندناش ميه كتير هنا في مصر. في بدر ازرق كميه اكبر بكتير جدا كميه اقل من الموارد. وفي الزراعه المائيه ينمو الزرع في الماء بدون تربه ويتم وضع النباتات في انابيبه يضخ عبرها الماء والمغذيات. الموضوع كله ان البذره بتتخط في الصواني، عدد العيون اللي في الصواني 50 عين و50 بذره، فبتتزرع بتقعد 24 يوم. بعد 24 يوم بتوصل للمرحله دي، ببتدي انا ادخلها في النظام عندي في المرحله الثانيه اللي هي الترابيزات الصغيره اللي عليها الخس الصغير، بتقعد هنا 6 ايام على حسب فصول الصيف الموسم يعني. العاملون بالمزرعة المتطورة قاموا بإطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لشرح فوائد هذا الأسلوب من الزراعة. غير ان احنا كنا بننزل نتكلم مع الكاستمرز نفسهم اللي بيشتروا مننا، وادر كان مطاعم او ريتيلرز او السوبر ماركتس او الهوتيلز، ابتدينا احنا نحط الحاجة بتاعتنا على السوشيال ميديا وبنعلم الناس، نشرح لهم ايه الفرق ما بين الهيدروبونكس والزراعة العادية وايه فوائدها اللي هي احسن، وحتى كنا بنساعدهم ان احنا نعمل لهم ريسيبيز نحطها لهم على السوشيال ميديا كان او فيسبوك او انستغرام. ومع الزياده المتواصله في عدد سكان مصر وثبات حصتها من مياه النيل، يامل العاملون بتلك المزرعه في تعميم فكره الزراعه المائيه، خاصه وانها ترشد استخدام المياه وتعتمد على مساحات قليله لانجاز عمليات الزراعه. ومشاهدينا بهذا التقرير أنهينا وقفتنا الاقتصادية وعودة جديدة لأخبار السياسة مع نرمين وأحمد، تفضل. شكرا لك حسام. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن بلاده سترد على القرصنة الروسية للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وأمر أوباما وكالات الاستخبارات المركزية بإجراء مراجعة كاملة لعملية القرصنة وتقديم تقرير له قبل أن يترك منصبه في 20 يناير القادم. وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أنه يحمل رئيس روسيا فلاديمير بوتين المسؤولية المباشرة عن القرصنة المعلوماتية. ومن جانبه رفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال زيارته إلى اليابان اتهامات واشنطن التي تحمل بلاده المسؤولية المباشرة عن القرصنة المعلوماتية للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. كما تعلمون لقد صدمت تماما عندما شاهدت تلك الأنباء في التلفاز. أعتقد أن غباء ويأس تلك المحاولة واضحون تماما لإقناع الناس بهذا. عين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مستشاره خلال الحملة الانتخابية المحامي ديفيد فريدمان سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل. وقال ترامب إن فريدمان سيحافظ على العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وخلال الحملة عبر فريدمان المحامي المتخصص بقضايا الإفلاس عن دعمه لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وانتقدت منظمة جي ستريت اليسارية المؤيدة لإسرائيل والمتمركزة في الولايات المتحدة بشدة تعيين فريدمان، معتبرة أنها خطوة متهورة تهدد سمعة أمريكا في المنطقة ومصداقيتها في العالم. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم أن إبرام اتفاق سلام بين بلديهما أمر صعب بسبب الخلاف على جزر الكورال. وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك في طوكيو أنه لا يمكن تسوية هذه القضية في ساعة واحدة، لكن من الضروري البحث عن حل والعمل على تعزيز الثقة الثنائية. واقترح آبي من جهته في المؤتمر نفسه اتباع مقاربة جديدة تتمحور حول الجانب الاقتصادي. ولم تتمكن اليابان وروسيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية قبل 70 عاما من توقيع اتفاق سلام بسبب هذا النزاع. ورسميا تعتبر هذه الجزر البركانية التي يسميها الروس الكورال الجنوبية واليابانيون يسمونها أراضي الشمال، واحتلها الاتحاد السوفيتي في العام 1945، تعتبر جزءا من منطقة ساخالين الروسية، غير أن اليابان تطالب بها.
وصلنا إليكم مشاهدينا الكرام إلى محطتنا الرياضية في بانوراما النيل. يصحبكم فيها مجددا الزميل حسام الدين عاطف. أهلا بك حسام مرة أخرى. شكرا لك أحمد وشكرا لك نيل مرة جديدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى وقفة رياضية جديدة أهم ما فيها. سعيا وراء التتويج بالبطولة الإفريقية للسلة، الأهلي يواجه ريكرياتيفو الإنغولي الليلة في المباراة النهائية. تفكير السليم والإصرار يتحدى الإنسان الصعاب، ففي الأراضي الصحراوية استطاع شاب مصري يدعى عمرو بسيوني بفكرة لا تخطر على بال أحد، زراعة الخس في أرض صحراوية. يشار بالطبع إلى أن عدد سكان مصر تجاوز حاليا أكثر من 90 مليون نسمة وينمو بشكل متزايد، وهو ما يزيد من حاجة مصر إلى زيادة الرقعة الزراعية. الخس في أرض صحراوية فكرة لا تخطر على بال معظم الناس لإقامة مزرعة ناجحة، لكن شابا مصريا يدعى عمرو بسيوني كان له رأي آخر. في الزراعة المائية بقدر أزرع مبدئيا بقدر أزرع على الفدان الواحد ما بين 10 ل 40 ضعف عن الزراعة العادية. بقدر أزرع بوفر 90% من المياه، ودي هنا في مصر شيء مهم جدا لأن احنا ما عندناش مياه كتير هنا في مصر. بقدر أزرع كمية أكبر بكتير جدا بكمية أقل من الموارد. من ناحية الحاجات اللي الزراعة بتاكلها برضو بتستعمل حاجات أقل، إن مثلا المخصبات اللي بتخش الزراعة بتاكلها مش بتتهدر في الأرض، هي بتعيد استخدامها على طول. وبيكون عندي برضو عشان زرع بيكون مرفوع عن الأرض، فبيكون عندي حشرات أقل، بقدر ما استعملش كيماويات خالص أو استعمل أقل بكتير جدا. بسيوني يزرع الخضروات في مزرعته التي تقع على مشارف القاهرة، مستخدما مياه تقل بنسبة 90% عن تلك المستخدمة في الزراعة التقليدية، كما أن معدلات إنتاجه تعد أفضل كثيرا. الموضوع كله أن البذرة بتتخط في الصواني، عدد العيون اللي في الصواني 50 عين و 50 بذرة، فبتزرع بتقعد 24 يوم، بعد 24 يوم بتوصل للمرحلة دي، ببتدي أنا أدخلها في النظام عندي في المرحلة الثانية اللي هي الطربيزات الصغيرة اللي عليها الخس الصغير، بتقعد هنا 6 أيام على حسب فصول الصيف الموسم. يعني في الصيف مثلا بتقعد 6 أيام، في الشتاء من 8 إلى 12 يوم، حكاية بتروح على المرحلة الثالثة. في المرحلة الثالثة برضو في الصيف من 24 إلى 28 يوم، وفي الشتاء من 33 يوم لممكن لحد 46 يوم. يشار إلى أن عدد سكان مصر تجاوز حاليا أكثر من 90 مليون نسمة وينمو بشكل متزايد. ودلوقتي هي الناس بتزيد والأرض بالزراعية نفسها الأرض السوداء بتقل عندنا، فهو في آخر اليوم احنا غصب عننا كمجتمع لازم هننقل الزراعة بتاعتنا للصحراء، فأنا يا إما هنقلها في الصحراء وهستعمل مية الأبيار دي وخلصها، وبعد 40-50 سنة ما يبقاش عندي مية خالص وكلنا ما نعرفش نزرع تاني خالص، أو نبتدي نشوف إيه طرق إن أنا نوفر المية دي ونزرع أكبر كمية بأقل موارد عندنا. ويأمل بسيوني أن يبدأ تصدير منتجاته لدول منطقة الشرق الأوسط في وقت تتفاقم فيه مشكلة نقص المياه وتزيد مشكلات الزراعة التقليدية. وختاما لهذه الساعة الإخبارية الشاملة إليكم تذكرة بأبرز عناوين أخبارها. الرئيس السيسي يواجه بالانتهاء من تطوير العشوائيات بحلول منتصف عام 2018. تعليق عمليات إجلاء المدنيين والمقاتلين من شرق مدينة حلب إثر وقوع انفجارات، ودمشق تتهم المسلحين بانتهاك بنود الاتفاق. مع مرور شهرين على بدء معركة الموصل، القوات العراقية تعلن إنجاز نصف مهمة تحرير المدينة من قبضة داعش. نهاية العناوين، نهاية بانوراما النيل. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.eg. إلى اللقاء.